النادي صفيقتي والنادي البنزرتي في مباراة غايتها متبينة، سي اس اس من أجل افتكاك المركز الثالث المؤهل لمسابقة إفريقية الموسم القادم، والسيابي للخروج من وضعية أسفل الترتيب قبل 3 جولات عن نهاية البطولة. كل ماتش مصيري بالنسبة لي نحن. الأولاد حكينا مع الأولاد بالكدا، فترة الراحة حضرناهم سيرتو مورالمو، خدموا بالكدا يعني يستناو عارفين بالمسؤولية اللي استنى فيهم. اليوم إن شاء الله يا ربي نقدموا مقابلة باهية ننتصروا، وعندنا مقابلة زادة نهار الأربعاء إن شاء الله نكملوها زادة إن شاء الله يا ربي. السيابي منذ البداية في الهجوم من أجل مغالطة دفاع السي اس اس بصفة مبكرة عبر الثنائي خط الأمامي أمادو سابو وجمال الدين شتال، والسي اس اس يحرج مرمى السيابي بالكرات الثابتة اللي كاد منصري غالط بواحدة منها الحارس نعيم المثلوثي، وفي المرة الثانية عثمان كامارا يضيع أخطر فرصة للصفاقسية بعد مخالفة من جديد من منصر الغيني ياخذ راحته في التصويب. التألق والامتياز لنعيم المثلوثي في التصدي. ضغط السي اس اس يتواصل على دفاع السيابي، عثمان كامارا من اليمين يوزع الحسين بن علي اللي في نهاية العملية يطالب بضربة جزاء، الحكم يوسف سريري يواصل اللعب. النادي البنزرتي يعتمد على الهجومات المعاكسة بالاعتماد على حركية شتيل وصابو اللي توزيعها مليمترية تجاه فامي قاسم بالراس محاذية لمرمى محمد الهادي قالون، أخطر محاولات النادي البنزرتي. فرصة رجع عليها بقوة نادي صفيقسي، محمد علي جويني بمجهود فردي من اليسار يوزع، وأشرف الحباسي كيف ما جات ورغم موقعه المناسب يصوب كورته بعيدة على مرمى المثلوثي. صعود الأذرة للسي اس اس في الشوط الأول كان ظاهر، والجويني في هالفرصة يسجل هدف كان مسبوق براية الحكم المساعد الثاني يوسف الجامي. آخر فرصة خطيرة في هالشوط كانت من نصيب السيابي من هجمة معاكسة يقودها الجزائري جمال الدين شتال بتمريرة ذكية لصابو اللي تسرع في هالفرصة وخير التسويب من بعيد ويضيع تقريبا أبرز فرصة في الفترة الأولى لأبناء سامي القفصي. الشوط الثاني بنفس الرسم التكتيكي، النادي البنزرتي الاعتماد على سلاح الهجومات المعاكسة، أمادو سابو يتوغل من اليمين في دفاعات سي اس اس ويهدر فرصة ثمينة لوضع السيابي في المقدمة، والغيني عثمان كامارا مضيف المقابلة مجهود فردي يتوغل أكثر في مناطق الضيوف، والمدافع شياب بنفرج في آخر لحظة يقطع الهجمة. سامي القفصي يلعب ورقة حليمة الدراجي مكان خليل سيسي، هو الكالي بانجورا مكان فامي قاسم، والسي اس اس يختار حل الأروقة وخلق التفوق العددي بدخول كل من عزمي غومة وأيمن الحرزي مكان كل من حسين بن علي وأشرف الحباسي، والغيني كامارا من جديد وراء عمليات الهجومية للسي اس اس يراوغ يصوب بكل قوة دون جديد على مستوى النتيجة في مرة أولى، وفي مرة ثانية مجهود فردي يراوغ فيه شياب بنفرج، تتواصل العملية، عزمي غومة في المتابعة يسقط، والحكم السرايري بشيء من التأخير ياخذ قرار إعلان ضربة جزاء للسي اس اس واحتجاج من قبل ملاعبية النادي البنزرتي. في راس شواط ينفذ ونعيم المثلوثي يتألق في التصدي لضربة الجزاء. آخر دقيقتين في المباراة كادت تجيب جديد على مستوى النتيجة للسيابي عبر الكالي بانجورا اللي حاول مجهود فردي مغالطة الحارس محمد الهادي قالول، كورته محاذية للقائم الأيمن بقليل، وكادت أيضا تجيب جديد للسي اس اس من تصويبة قوية من أيمن الحرزي اللي قابلها امتياز في التصدي للمثلوثي. نجم السيابي في لقاء اليوم يحكم على نهاية المباراة عن نتيجة التعادل السلبي، التعادل هو 7 للسيابي والـ9 للسي اس اس، لا يرضي الفريقين بالمرة خاصة لأبناء مرسية من أجل افتكاك المركز الثالث من اتحاد بن قردين، في حين نقطة تنضاف للسيابي في جدول نقاط البطولة والبقاء دائما في المركز قبل الأخير. في التابلو اللي عندنا نتاع لي كات ماتش هذوكم افيك لو ماتش روتار كنا حابين ان نروحوا بثلاثه نقاط نتاعنا اليوم على غالب ونايدو زوكازيو سورتو ان بروميي ميتو حتى ان دوزيام ميتو باش ماركيو سورتو في ترانزيسيون اوفنسيف نتاعنا ما وفقناش ربي زاد واحد كيف كي يغزر في زونومي دي ماتش افيك ان بينالتي بيردي ما سي اس اس زاد نقطه من صفاقس ماهيش خايبه نبنيو عليها. والله الحمد لله وفقني ربي باش عاون صحابي اليوم. كنا نجموا نخرجوا بتروا بوان، الحمد لله ان بوان تخلينا في الكورسه، مازلنا قراب على الكونكيرون ديريكت. شفت ضيعنا برشا كره اليوم، كنا نجم نخطر الماتش ان شاء الله الماتشات الجايه نشونيو بالربح ونمنعوا السيابي ان شاء الله. Today the player make it 100% inside the pitch but we don't have efficiency. It's very cool, very difficult to win but for the work 100% for play it in the with order with too much work. It's a good thing but we need to result to get the efficacy in the score the goal in the field. نتائج ماهيش في صالحنا خاصه الماتشات الاخرين في ملعب تيميري، لكن شفتوا اليوم يظل
خلقنا اكثر من 4-5 فرص بخلاف البلانتي سانحين للتسجيل. اللي غاب يمكن التركيز او اللمسه الاخرى. مطالبين في اقرب فرصه اللي هي النهار الاربعاء باش نحاولوا باش نرجعوا في النتائج ونحاولوا نرجعوا الثقه، خاصه اللي عندنا رهان في البطوله الافريقيه مستحقين باش ندخلوا باكثر ثقه ان شاء الله. واحنا كي نشاركوا في الكاف، الكاف يسمينا الزهر. دونك جينا مع القرعه مع القبائل ولا مع اورلاندو ولا مع الرجاء ولا مع اي كيب، مرحبا بها، نطيحوها توا خير ما نطيحوها من بعد، فهمتني؟ دونك معناتها الفرص نتاعنا موجوده قائمه حاضرين، والحمد لله معناتها المهم المجموعه كل متواجده.